اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده. احنا عندنا يوم في الاسبوع بنعمل سمك اللي هو في متناول الجميع. معانا البولت النهارده من خير مزارعنا، البولت لطيف وجميل وسمكه لطيفه وجميله، اهم حاجه تكون شراعيه، تكون المرعى بتاعتها نظيفه عشان تكون بطنها نظيفه واللحم بتاعها زي الفل. انا اعمله النهارده سمك مقلي بالدمعه، صينيه يعني. الصينيه دي مشهوره جدا في الريف المصري والصعيد المصري اللي هي التخديعه. التخديعه دي لازم تتسبك والسمك يتقلي وبعدين يعوم في التخديعه دي او في الدمعه في قلب الفرن، تاكل صوابعك وراها. عدن السمكه دي شويه رز ابيض، مش رز صياديه خالص. رز ابيض ساده بريء، ما فيهوش اي توابل، معمول بشويه زيت وحبهان. معانا سمك فريش وبياض النهارده، هنعمله كريسبي مقلي بطريقه جديده، والشيف المغازي له وقفه مع الكريسبي، لازم الاطفال يحبوها طبعا. نقدر نعملها مع الجمبري، نعملها مع السمك الفليه حسب الرغبه. عدل السفره بتاعتي كمان طبق سلطه خضراء لطيف، السلطه دي لازم تكون فيها سبايس شويه وفيها البصل الاخضر مع الجرجير مع الخس، اكيد برضو لنا وقفه معاها لان اكله السمك لازم الرز الابيض والسلطه الخضراء الاثنين يكونوا موجودين على السفره. اما سلطه الطحينه دي اختياري. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لازم مع بعض مع التركايه، ولما نقول خليها سمك النهارده يبقى في وقفه النهارده، بالتاكيد هيكون الطعم طعم تاني مع اكله سمك غير مكلفه. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعى حضراتكم تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز اقلي سمك فيليه كريسبي، اسئله كتير على السوشيال ميديا بتخص اكله السمك. يا شيف مغازي لما بروح على بعض المطاعم اكل الفيليه المقلي ده ما بعرفش اعمله في البيت زي ده، ايه المشكله؟ الزيت موجود والسمك موجود من احلى انواع السمك شرياه والتوابل، فانا هديك التركايه دلوقتي اخليك تحمر السمك الفيليه في البيت احسن من اي مطعم في الدنيا. سمك فيليه قشر بياض ايا كان طازه او مجمد، مش هو ده الموضوع. التتبيله بتاعتي معانا رقائق الذره، معانا معلقتين من النشا، معانا توابلنا، ومعانا المستردة اختيار مصطفى شافي، ومعانا التوم وعصير ليمون. قال لك عايز اكل من السمك الفيليه يا شيف بس بطعم المستردة. وارد يجي لك جوزك يقول لك انا بحب المستردة. ما هي المستردة؟ هي حبوب الخردة المطحونة تنشط الدورة الدموية في الجسم، زيها زي التوم زي البصل زي الجنزبيل. حبوب الخردة يا اخوانا مهمة جدا، في منها انواع كتيرة في السوبر ماركت، منها المعجون وفي منها المخلوطة بالمايونيز وفي منها السائل زي اللي موجودة معايا. السائل ده بتخش في كل حاجة والسمك بيحبها. تعالوا نعمل التتبيلة بتاعة السمك المقلي اهو. هنجيب كسرولة كده او بولة ونحط فيها شوية توم، مع التوم شوية مستردة، دي الاساس بتاع السمك. حلو الكلام، ونقلب كده. مستردة وتوم، عصرة ليمون. شوف بقى التركية اللي جاية بقى في سرك. لا مش هستخدم بيض يا فندم، سمك الفيليه الكريسبي هقليه من غير بيض. فاكرين مكان ما كنت بقلي السمك البلطي؟ الدقيق والخلطة التوابل اللي انا كنت عاملها من شوية دولت عايزهم اهم. هو ده اهي الشويه اللي كانوا ايه بتبل بهم السمك، كنت بحط السمكه في قلبها واقلب كده الخليط ده كده. الله ايه الحلاوه دي يا مغازي، واخليها على جنب وتعالوا مع بعض نشوف السمك بتاعنا. للامانه هاخد شويه ميه ساقعين كده، ماء مسلك كده يعني، بس خلاص. حلو، ونقلب دول كده. خلي بالك انت حاطه ملح وحتى كل حاجه في التتبيله، خلي بالك فما تحطيش اي حاجه خالص عليها، خلاص هي كده زي الفل. هنخليها كده وناخد السمك بتاعنا سمك فيليه قشر بياض طازه او مجمد، فيليه بولتي مش هيقول لا زي ما انت عايزه. ناخد الفلفل ده نحطه هنا عايزينه، ونشيل كل ده من هنا. اللهم صل على النبي. ونشوف السمك ده هنتبله ازاي مع بعض. كريسبي نحطه هنا في التتبيله دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وينزل بعد كده يا عم الشيف على الخلطه دي، في التتبيله دي وينزل على الخلطه دي، في التتبيله دي وينزل على الخلطه دي، في التتبيله دي
وينزل على الخلطه دي. بتقولي ورايا سامعك انا في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي. الزيت شديد الحراره في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي. ونشيل كل ده من هنا، اللهم صل على النبي. وناخد بعضينا دلوقتي ونشوف هنحمر السمك ده ازاي. نأمن على الزيت. ايه الاخبار؟ كنا بنحمر فيك من شويه زي الفل. تعالوا نقلب في الزيت ده كده السمك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونيجي هنا كده ونبدا ان احنا ايه نقلب السمك ده كده. شفت بقى الشقاوه زي ما هي كده. نقلبها، تشيل التغليفه دي كده. السر في الجمبري او في السمك الفيليه اللي انا بقليه دلوقتي، معلقتين النشا ومعلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم في التتبيله. حاضر، بس الزيت يسخن شويه حبيبي. حاضر. يعني انت عايز تعمل تشوف الرياكشن بتاع الزيت نتيجه ان السمك اتحط فيه. رياكشن الزيت للسمك غير رياكشن الزيت للطعميه، رياكشن الزيت للسمك غير رياكشن الزيت للبتنجان. حاضر. زي الفل. هنسيبهم كده شويه وتعالوا مع بعض. الزيت يبقى شديد الحراره، خلي بالك. تعالوا نشوف السمك اخباره ايه. اللهم صل على النبي. اخبار الزيت ايه؟ عايز تشوف الرياكشن بتاع الزيت؟ طبيعي طبعا يعني. وكمان واحده في ايدي كمان التانية اهي. على فين؟ اهو هو ده. يلا كمان واحده اهي. في الزيت اهو. كمان واحده اهو. يا فندم زي ما هي. في قلب الزيت. واخد الهسه دي يعني، خلي بالكم يعني برضو الواحد لازم يلعب دور الايه الجو بالشو. الهسه دي مطلوبه، ما نزلش على طول. هو ده اهو. تنزل هنا شويه. ده فلفل انزل به هنا، عايزه انا. ده فلفل انزل به هنا اهو. ده الفلفل انزل به هنا اهو. شويه شويه. بس وهزه كده، هزه بس. واخد دي كمان زي ما هي كده. مش دلوقتي، مش دلوقتي. ولا تنزلي شوكه، ولا تنزلي معلقه، ولا تقلبي السمك خالص وهو في النار. يلا. هو ده بس، خلاص. شكرا. المخرج كلامه على عينه وعلى راسه، كل شويه يقول لي يا شيف مغازي عايزين نحمر السمك. ما هو عايز الراجل يطلع الصوره الحلوه. فما ينفعش يا ست الكل تنزلي بالسمك في قلب الزيت الا لما يكون الزيت شديد الحراره، لان ده سمك في القشر بياض، وللامانه هو سمك مجمد. شيف صريح وواضح، وانتوا عارفين وضوحي كوضوح الشمس. ده فيليه كياس مستورد، بتجيب الكيس يفك من التلج على راحته خالص، في الاخر بتعصريه ما بين ايدك عشان تنزلي الماء المثلج اللي هو محفوظ فيه، وبعدين تتبليها. هو ده السمك الفيليه، وده موجود في اي سوبر ماركت باسعار مختلفه باسماء مختلفه. في منه في السوق طازه سعره غالي شويه اللي هو القشر البياض، في منه الفيليه البلطي برضه في متناول الجميع اختياري. فاللي معايا ده سمك فيليه من الاكياس المستورده. عشان برضه نبقى شايفين الشيف لما تروح تشتريه ده اللي انا عامله. نعمين. حاضر يا فندم. حلو الكلام. بيقولوا لي خلاص يا شيف وقتك خلص. الخبر الوحش اللي بسمعه دايما وانا شغال على الشاشه لما اقول لك وقتك خلص يا شيف، لما كل واحد قاعد قاعده حلوه كده واقول لك يلا عشان نطفي النور. هنا
هنا يا طيب القلب، هنا هنا جيب الدلع ده اهو، هنا وقول العب يا سمك، العب يا سمك، العب في الزيت. هو ده، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، حكايه. هناخد السمك نغرفه دلوقتي عشان وقتنا خلص، ما ينفعش نيجي على وقت غيرنا. قال لك عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها بمليون كلمه. اهو حاضر، بس انا عملت لك حاجه حلوه هنا. هو ده. واشيل كده، العب. هو ده طبق التقديم بتاعي زي الفل. الله، هو ده. هنغرف دلوقتي السمك الفيليه بتاعنا. يا باشا انا بشيلها اهيت بالشوكه، الف هنا وشفاء للي ياكل، الف هنا وشفاء للي ياكل. الله الله، لسه ما خلصتش. الله، الا دول بقى، هم دول الحكايه. هو ده، هو ده. دي رساله لحبيب جوزك اهو، عامله لك الفلفل اللي بتحبه. على فين؟ على الكنترول. مين بس؟ لسه احنا هنخلص ونقعد مع بعضينا دلوقتي كلنا. الف انا وشيف. السفره بتاعتي فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، حضراتكم اللي بتحكم. عملنا السمك البولت النهارده بالدمعه من الريف المصري والصعيد المصري، كلنا شطار في عمايل الصلصه والدمعه والتخديعه. مع البولت حكايه، عملنا طبق رز ابيض بفليفر وبشكل تاني وبطعم تاني. عملنا السمك الفيليه الكريسبي لاطفالنا الحلوين، وكمان كبار السن اللي عندهم مشكله مع الحسك بتاع الشوك او الشوك بتاع السمك. الفيليه ده طبعا لطيف وجميل، عايز الرز الابيض بالف هنا وشفا. رؤية، فن، ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.